كل يوم بنحاول نختار ملابسنا بطريقة مرتبة، لكن أحياناً بيصير عندنا أخطاء بطريقة تنسيق الملابس. لهيك اليوم رح نتعرف على بعض المفاهيم الخاطئة يلي ممكن تمنعنا من الظهور بمظهر أنيق. أول هاي المفاهيم هي ارتداء الكثير من الألوان. من المفروض نتجنب استخدام أكثر من 3 إلى 4 ألوان بالإطلالة. هالشي ممكن يتسبب بمظهر غير محبب. ارتداء الملابس مثل مدونات الموضة، خاصة أنه آلاف البنات المؤثرات بيشاركوا تجاربهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ومعظم الصبايا بيعتقدوا أنه ممكن يرتدوا نفس المظهر، بس هالشي كتير غلط، لأنه كل صبية بتمتلك مواصفات بتختلف فيها عن الثانية. اتباع الموضة بدون تفكير. بكل موسم بيكون في موضة جديدة بمجال الأزياء، والحقيقة أنه اتباع هاي الموضة بشكل أعمى ممكن يعطينا إطلالة غير جميلة. وضع الكثير من المجوهرات والإكسسوارات. أكيد المجوهرات بتحلي الإطلالة، لكن لازم يتم اختيارها بطريقة مرتبة، وننتبه أنه ما نبالغ بعدد كبير منها. ارتداء ملابس كبيرة الحجم. تعتبر الملابس الكبيرة الحجم مريحة جدا، لكن ممكن ما تكون لطيفة عند الجميع، فهي بتحتاج لتنسيق صحيح لتطلع بشكل أنيق.